فتح الشامخي ناطق رسمي باسم جمعية ريد. عرفنا اللي أيام 9 و10 و11 جويلية 2012 مش يتم تنظيم تظاهرة هي الأولى من نوعها في تونس. كان تحكي لنا بأكثر تفاصيل شنو هي التظاهرة هذه؟ التظاهرة هذه اللي مشتم في 3 أيام تظاهرة تكوينية في إطار جماعة تونس الشعبية، هي الدورة التكوينية الثانية. إذا مدة 3 أيام باش يتم تنظيم ندوات علمية وورشات تكوينية في تونس صباح وعشية في مقر الاتحاد العام لتونس الشغل في 9 نهج اليونان، وفي نزل الانترناسيونال نزل الهناء في شارع الحبيب بورقيبة مدة 3 أيام كاملين. المتصفح للبرنامج بتاع التظاهرة هذه يلاحظ بوجود عديد شخصيات وطنية من تونس، وكذلك معناها فما حضور ملفت لأخصائيين من سواء من أفريقيا خاصة وإلا من فرنسا وبلجيكا. صفات حكاية نجم تحكي لنا شوية على اللي مش يكونوا حاضرين معاكم في التظاهرة هذه، وما شكونهم بالضبط وشنو ينجموا يضيفوا للتظاهرة في محتواها؟ بالفعل التكوين هذايا مش يقوم به يعني شخصيات باحثين مناضلين من اعلى طراز دولي، نجم نقول لك قنابل صراحه، كما إتيان شواغ في كل ما يخص الدستور والآليات الديمقراطية إلى آخره. معناها هو السيد هذا وقت اللي سايب في يوتيوب فيديو 500,000 فيو، ثم دانيال برنار شميت اللي هو معناها اختصاصه في التجارة التبادل الحر وفي اتفاقيات التبادل الحرة وإلى آخره، يعني اختصاصي دولي. ومثلا أجوبو هذا اللي مختص في البنوك المركزية والسيادة النقدية. وأنا نقول لكم اللي المحاضرة متاع ذي مش تكون فريمون قنبلة، يعني مش تسيب حوايج فيما يخص النزاع توا الحالي بين على حكاية البنك المركزي في تونس. فما محمد البلغوثي اللي هو يعني غني عن التعريف، مناضل تونسي باحث وعالم تونسي في كل ما يخص الثروات الطبيعية إلى آخره. فما متدخلين ونشطاء من كامل إجمالا 17 بلاد من أفريقيا، من المغرب، من مصر، من تونس، يعني باش يكون غزارة وكثافة من أعلى طراز، على خاطر في الواقع الثورة التونسية تواجه في حرب اقتصادية حقيقية. وإحنا قلنا في إطار الجامعة الشعبية التونسية يلزم كذلك المناضلات والمناضلين يتلقاوا التكوين من أعلى طراز باش نجموا نواجهوا الأعداء الكثيرين للثورة هذه اللي اليوم معناها جمعوا من كل حد بوصو وحبوا يخنقوا الثورة هذه. وإحنا مؤمنين اللي الأسلحة متاعنا هي الفعل الثوري، العمل الثوري، وكذلك الفكر الثوري والمعرفة الثورية اللي نجموا باش نقاوموا بها الأعداء هذه. ولذا الغاية متاعنا هي بالفعل تسليح، إعطاء المفاتيح لكل من يناضل، كل من معناها يهمه أن المسار الثوري يتواصل، أن الثورة التونسية تحقق الطموحات متاعها في الحرية والكرامة إلى آخره. هذا الكل يعني دورنا من منطلقنا كجمعية ممكن نحاول نحطه على ذمة في متناول الأصدقاء والمناضلات والمناضلين، يعني تكوين من أعلى طراز. صفات الأيام التكوينية هذه تجي تحت عنوان المديونية والدستور والسيادة. هنا السؤال يطرح نفسه، التظاهرة من نوع هذا لأول مرة في تونس، شنو تنجم تضيف سواء معناها للمسؤولين على السلطة التأسيسية في تونس اللي هم النواب أو المجلس التأسيسي، وإلا بالنسبة للسلطة التنفيذية في تونس، هل أنهم سيتم الاستئناس بما ما سيتم تداوله في هذه الأيام؟ أنتم شنو تتصوروا أنه يكون معناها الدورة التكوينية هذه على الساحة التونسية؟ احنا وقت اللي بدينا توا الجمعية بعد 14 جانفي طرحنا موضوع السيادة الشعبية، طرحنا قضية المديونية، طرحنا قضية الهيمنة الأجنبية، المصالح الأجنبية. وقتها معناها ما كانش فما وعي بها برشا. الآن نجم نقولك باش نلخص في صورة أنه طريق الثورة التونسية فيه حجرة كبيرة، يعني فما حاجة تسد الطريق.
الشيء اللي حير التوانسة. الأمور قاعدة تتعقد، قاعدة تدهور، بدل من أنها تتفرهد، بدل من أنه معناها الشغل يتوفر، أنه المقدرة الشرائية الجهات، يعني البلاد قاعدة تختنق بسبب هالعقبة الكبيرة اللي تسد الطريق. العقبة هذه المحور متاعها قلبها هو آلية المديونية. المديونية اللي هي نجم نقول لك الكونسنتري، هي تكثف كل الهيمنة الأجنبية على تونس. احنا جسمناها في الافيش متاعنا بالخرطة اللي محطوطة في رقبة تونس. وتعرف فما طريقة متاع قتل كانوا يعملوها بعض الشعوب، وانه يحط الجلد على الرقبة ويبلوا بالماء ومع الشمس الجلدة ذيك تبى تخنق. احنا بالضبط اليوم الآلية المديونية قاعدة تخنق فينا، تقتل فينا. ولذا بالنسبة لنا احنا الطريق هذايا اللي مسدود بهالعقبة الكبيرة يلزم نساهموا في توضيح الرؤية. الأعداء المتسترين متخفيين اللي وراء الضباب هذم، احنا اليوم نحب نكشفوهم بالشعب التونسي. راهم بالضبط يعرف يميز بين ان هو صديق وان هو العدو. خطر في الحرب ما تنجمش تحارب في الظلام، يزمك تشوف في وضح النهار، تشوف الأعداء متاعك. دونك نتصوروا اللي التكوين هذا متاعنا هو إلى جانب كما قلت الفعل الثوري والنضال الثوري، هو معناها محاولة منا إحنا لتوضيح الرؤى. قلت لك الثلاثة أيام ذوما مهم جدا، مش نختموهم بتجمع شعبي جماهيري كبير في بورصة الشغل نهار الأربعاء 11 جويلية من 7 لـ 9، مش يكون فما مهرجان خطابي كبير، مش يجيوا معناها الرموز السياسية والنقابية والمناضلات والمناضلين مهرجان خطابي، وفي نفس الوقت عندنا مهرجان ثقافي، يعني باش تكون فما مفاجآت كبيرة باش يساهموا في تنشيط التجمع الشعبي الكبير. احنا نحبوه يعني ضربة قوة، استعراض القوة، الاستعراض لكل ما هو يعني طاقات ثورية في البلاد هذه اللي تسعى اليوم إلى دفع مسار الثورة. إذا كان نكونوا 50 واحد بطبيعة الحال مش تكون هزيمة مش لجمعيتنا ولا الأطراف المنظمة، لكن مش تكون هزيمة للناس الكل. إذا كان مش نكونوا كلنا موجودين يعني باش تكون انتصار لنا الكل. يلزمنا نوريه الآن اللي الشعب التونسي والثورة التونسية يعني تريد الآن تتخلص من الهيمنة الأجنبية ومن حلفائها المحليين.